شهد وزير الإنتاج الحربي محمد العصار مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والأكاديمية الوطنية للتدريب في عدة مجالات. أوضح العصار أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو قيام الشركات والوحدات التابعة للوزارة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات لصالح الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث سيتم على سبيل المثال تقديم الاستشارات الهندسية وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للمباني والطرق داخل الأكاديمية وتوريد وتركيب كافة الأنظمة الإلكترونية واحتياجات الأكاديمية من المعدات والأجهزة والآلات.